الباقي شوي لنخليه يحكي يا كرم، بس شوي. ها. خالتي فتون، خدي الدواء بلكي بتهدأ اعصابك شوي. ما رح يفيدني بشي. طب نامي بلكي بترتاحي. كيف بدي ارتاح؟ ابني كرم ما رح يطلع من السجن. خسرت سومر من قبل وهلا عم بخسر ابني كرم. لا تحكي هيك، رح ينحل الموضوع. زوجي وحالته ولادي الاثنين وكل تفاصيل حياتي متعلقة بشخص. هو السبب، هو السبب بكل شي صار ورح يصير. جلال بياع الكباب، ومع انه دخل على السجن ماني قدراني ارتاح لانه ابني معه. ايه مجد؟ لك ليش يا بنتي سهرانة لهذا الوقت؟ ليش ما نمتي؟ مجد انت بتعرف اللي صاير معنا، كيف بدي نام؟ ايه مزبوط، بعتذر لانه كرم بالسجن مو هيك؟ والله نسيت. اه كيف يعني نسيت هيك موضوع مهم؟ معناتها فتحيلي ادنيكي وركزي معي واسمعي الحكي اللي بدي اقول لك اياه كثير منيح. قلي. بكره الصبح رح يطلع كرم من السجن. متأكد من هالحكي؟ طبعا متأكد. ما عم صدق شو عم تقول، هذا الخبر كتير حلو. شو صار؟ حليت الموضوع، أثبتت براءة كرم. خبري الخالة فتون خليها تريح أعصابها. ما عم صدق أبدا، هذا أحلى خبر بسمعه. رح أقول للخالة فتون وهي كمان رح تنبسط. ما بعرف كيف بدي أتشكرك على اللي عملته. شو صار أحلام؟ خبريني شو القصة. خالتي فتون، كرم بينت براءته ورح يطلع من السجن بكرة. صحيح هالحكي؟ عن جد عم تحكي؟ شو صار معهم؟ احكي يا بنتي قولي. مجد هلأ خبرني، قال لي الموضوع انحل وكرم بريء، رح يطلع من السجن بكرة. ألف الحمد لله يا ربي، كنت مفكرة أنه ما رح يطلع أبدا. الله يرضى عليه لمجد كمان. يا روحي خفتي كتير؟ ما بيهون علي زعلك، انتي اغلى حدا بحياتي كلها. الف الحمد لله انه مرقت على خير. ايه مرقت وخلصت، هالمره هي مرقت. بس رح نشوف كتير. تذكري كلامي منيح، رح يوقع كرم بمصايب كتيره، بس مو كل مره بتسلم الجره. طول ما انه لاحق هالمجرم جلال ما حدا بيعرف شو رح يصير معه. لا خالتي فتون، انا متاكده انه عقله رجع لراسه، رح يتركه، بيكون فهم إنه ماشي بالطريق الغلط. برأيك رح يرجع؟ بيرجع لي ابني؟ رح يرجع على بيته ورح يرجع لعند أمه؟ وحياتك رح يرجع خالتي، لا تخافي. إن شاء الله بيصير مثل ما عم تقولي، إن شاء الله رح يصير هيك، وبكرة بتشوفي. شبكون؟ شو صاير معكون؟ ها؟ شوفي ليش مبين عليكم انكم قاعدين بجنازة؟ قالوا انه جلال بياع الكباب رح يطلع من السجن. آه. وشو يعني؟ ما رح يتغير شيء ابدا. جلال الحقير وكمان زلمته الدخيل
حسابهم كتير عسير. ما فهمت شو قصدك بالدخيل؟ بنتي، يا بنتي، فجأة بيقتحموا مأمرتك والشنطة بترتمي عند رجليهم، بعدها بتداهم الشحنة، وهلأ الفيديوهات صارت بين إيديهم. هذا شغل مين؟ هذا الشرطي نفسه. وانت قدرت تعرف مين بيكون؟ ايه بعرف مين بيكون، وبعرف كمان شو راح يعمل. لوقت ما يطلع جلال من الحبس راح اخذ له صورة مع هداك الشرط اللي بيشتغل معه، وبعدها راح اقتله بايدي هدول. شو صار معك؟ بابا جلال طلع بريء. شو قلتي؟ هو أكيد رح يطلع من الحبس. شو قلتي؟ بابا جلال طلع بريء. جد عم تحكي؟ كيف صار هيك؟ ما عم تصدق، طلع بريء. اهدي شوي واسمعيني ريم. لقوا فيديو تاني للجريمة. متأكدة؟ التاريخ اللي بالفيديو ونتيجة التشريح متطابقين تماما، يعني هذا دليل انه كرم وبابا جلال مهنن اللي عاملين هاي الجريمة. أكيد هالحكي؟ متأكدة؟ ايه متأكدة. هالخبرية بتجنن. الله يفرج عنك. تسلم 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 تسلم. الله يا ابني. الحمد لله على سلامتك بابا جلال. تسلم تسلم تسلم. الحمد لله على سلامتك وعقبالك انت. الله يفرج عنك. الحمد لله على السلامه بابا جلال. الحمد لله على سلامتك. ان شاء الله نشوفكم بخير. والله انتم شباب طيبين، راح اشتاق لكم. خاطركم يلا لا تؤاخذونا، إن شاء الله بشوفكم برا على القريب. ادعونا. لا تضلك عابس هيك يا ابني، ليك نطالعين من السجن. إيه بلا طالعين. لحظة، أنت ليش متضايق ومعصب؟ قل لي شو صاير معك؟ مزعوج كتير من حالتنا ومعصبني اللي حبسنا هون ومو قادر اتحمل. اللي عمل هالعملة لازم يتحاسب. وهيك اللي رح يصير. اسمع، أنا بحياتي ما تركت حساب مع حدا وما صفيته على الأخير.
يلا خلينا نطلع من هالمزبلة يا ابني. يلا امشي. انجبرنا نجي لهون مرة تانية. معلش إن شاء الله هي آخر مرة، هيك حاسة. إن شاء الله، ما عندي لا قوة ولا صبر لحتى أتحمل. شوفي مع مين اجينا. آخ منك يا كرم. شكراً لك. الحمد لله على السلامة بابا. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة بابا. الله يخلي لي إياك. شكراً كثير. الله يسلمك يا بلال. الله يسلمكم كلكم. شكراً شكراً لكم. الحمد لله على سلامتك يا خلدون. كيف صارت صحتك؟ ممتاز، صحتي منيحة. ابني كرم، طالما اجيت امك لهون روح سلم عليها وخليها تطمن انه انت منيح. هو هيك داود، طمني كيف كان الوضع بغيابي. دائما في مشاكل يا بابا لما ما تكون موجود. خوفتنا عليك كتير كرم، بس هلأ خلصنا ما؟ ايه خلصنا. ليش تعبتوا حالكم واجيتوا لهون؟ ما عندك غير هالحكي يا ابني. إن شاء الله يكون رجع حقلك لرأسك وتكون فهمت إنه الطريق اللي ماشي فيه خطير كتير وإنه أمك معها حق. القصة سوء تفاهم مو أكتر. نفس الحجة. حتى أنت ضدي أحلام؟ يعني كم سوء تفاهم صاروا كرم؟ نحن كلياتنا غلط وأنت الصح؟ مو كل مرة رح يصف الحظ معك. ايه أحلام معها حق، الحظ بيكون معك مرة أو تنتين بس رح يجي يوم ويتخلى عنك. انت عشو معتمد ومن وين كل هالثقة؟ انت هلأ بتعرف كتير منيح شو ممكن يصير بعدين. أمي مو وقت هالحكي هلأ. بلا وقته. طلع لهنيك، شو لسه بدك يصير؟ فهمني، بدك يعني جن وفوت على المشافي؟ اللي بدك يصير هيك؟ خليك ساكت، هذا الشيء الوحيد اللي بتعرف تعمله لهون وبس. ما عاد عندي أي صبر. امشي قدامي على البيت. يلا امشي، ما رح أتركك هون. يلا امشي يا كرم. يلا يلا كرم يلا. كرم تعال يا ابني. اوك لا يا كرم، ما رح اتركك بعد هلا كرم. لا اترجاك كرم. كرم كرم عم تسمعني؟ رد علي يا ابني كرم. لا تروح كرم، امك عم تحكي معك ما عم تسمع.
النسوان دائما هيك، صعب انهم يفهموا. لا تشغل بالك يا ابني، يمكن يقدروا يفهمونا شي يوم، مو هيك بابا ولا لا؟ وليش لا يا ابني؟ ايه بدك تستنى كتير لحتى يقدروا يفهموا علينا. كرم عامل حالك ما عم تسمع؟ خلص اتركي، سمع ولا لا هو ما رح يرد علينا، ما بيسمع غير صوته لجلال الخسيس وبس. يمكن بصراحة ما كنت متوقع يكون راسه يابس لهالدرجة. هذا الجلال غسل له دماغه. بنتي يلا خلينا نروح بلا ما نضل هون أكتر، مو قدراني استحمل بنوب. يلا نمشي. يلا. أنا بعرف الحقير والندل اللي لفقنا التهمة وزتنا بالسجن، أكيد هذا الكلب اللي اسمه قدرت. رح أقتله ودفنه بإيدي بأقرب وقت ممكن. ما رح أرتاح قبل ما أشوف روحه عم تطلع من بين إيدي، وهذا وعد. تعالوا معي. يعني على البيت بابا؟ أي بيت يا ابني، نحن رايحين على الحارة. خلي كل العالم يشوفوا أنه طلعنا من السجن والصديق قبل العدو. شو هالحكي هاد بابا؟ ليش نحن في إلنا عدو بهالحارة؟ ليش مين بيسترجي أصلا؟ إيه في قدرات، بس أنت لا تأكل هم أبدا. بعت لعنده الخد الأحمر، هو بيعرف شغله منيح وما رح يرجعوا إيديه فاضيين. يلا امشوا. أخي قدرات وينك؟ اللي وينك أنت؟ مو على أساس نلتقي؟ رح أطلع بعد شوي، ومثل ما قلت لك أنا رايح على الحارة. إيه حلو يا أخي، لكن مر علي ومنروح سوا. إيه منروح سوا يا حسن الخد الأحمر. القاتل المأجور اللي مبين بفيديو الجريمة يا سيدي في ناس عم تدعمه، أنا شخصياً بتوقع حنان. في واحد اسمه قدرت ورا هي اللي اسمه حنان. نحن منمسك القاتل المأجور وبهالحالة منوصل لقدرت. لازم نتحرك بسرعة، بدي اياكم تعملوا جهدكم، بدنا نحل هالقضية. علم قدرت، شرطة عم تلحقني، بدي مساعدتك. محلولة انت لا تشغل بالك ابدا، أصلاً صار لازم نهربك برات البلد بأقرب وقت. شكراً معلم. ولا يهمك يا ابني، بس قلي أنت وينك وترك الباقي علي، أنا بتصرف. تمام، راح أبعت حدا من طرفي لعندك، خليك محلك لا تتحرك. جوليا، لازم توصلي للزلمة قبل الشرطة، بدي تخلصي عليه وتموتي، بس ما بتتركي ولا دليل وراكي. بدي ريح راسي من هالقصة، فهمتي بنتي؟ تحت أمرك يا بيك. شو عندك؟ بس لحظة، لقوا مكان القاتل المأجور، السيارة اللي سرقها وهرب فيها لقوها على طريقة شينار. حلو، ممتاز. موسى، مجد، بتروحوا فوراً. حاضر سيدي، أعطيني. أنتوا ما في داعي تلحقونا منشان ما حدا ينتبه، ونحن رح نتصرف فوراً.
مرحبا أخي قدرة، كيفك؟ حنان خانو مرحبا. يلا امشي حنان. ليك أخي، كنت عم فكر بشغلة، أبظن أنه أحسن إذا ما بروح معكن على الحارة بعد اللي صار. أنت بتعرف يعني. كيف يعني؟ وضح. قصدي بعد ما طلع جلال بياع الكباب من الحبس بلا ما يفهم غلط. وشو اللي بده يفهمه غلط؟ رح أزعل منك، معقول ما بتوثق فيني؟ شو هالحكي هاد يا أخي؟ إذا بتقلي بموت بموت. لكن ليش عم تناقشني؟ يعني عم قول لحالي بلا ما اتدخل بيناتكم، خلوني برا هالموضوع احسن. يعني رح ضل قريب منكم وشوف شو بصير. اساسا مين بكون انا او شو بيطلع بايدي اعمل؟ لا تستهين بحالك حسن الخد الاحمر، رح يصير بيناتنا شغل كتير ورح نعمل مشاريع مع بعض. قصدك هيك شغل يا أخي؟ مشاريع أكتر بكتير من اللي ممكن تتخيلها بحياتك يا حسن. راح توصل للمحل اللي بتستاهله. شو عم بتقول أنت؟ الله 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 الله. صغروك وقعدوك بالقهوة بلا شغل ولا قيمة، وبعد أخذوا كراج السيارات منك. لما تركتك من زمان كنت زلمي لك كلمتك يا الخد الأحمر. هلأ أنا رجعت لك من جديد وراح رجعك أقوى من قبل. إيه تسلم يا أخي. هاي مخططاتنا الجديدة، خليهم معك. كل المعلومات فيهم مو هيك؟ إيه فيهم كل شيء، كل التفاصيل المهمة، الأسماء والتواريخ وعناوين التسليم. مثل ما بتمر. منخلص شغلنا بالحارة وبعدها منروح لعند الشاب اللي حكيت لك عنه وبتوصلوا محل ما اتفقنا. ماشي معلم. ها طلع ليك السيارة، خلينا نصف على جنب لكان. موسى فتح عيونك. تمام ولا يهمك. ركض ركض ركض، الصوت جاي من هنيك، ركض. الو شو وينك؟ بسرعة الشرطة رح تمسكني. رح وصل. أنا هربت على الشارع اللي ورا المعمل. تمام اهدى وخليك معي ولا تسكر الموبايل. أنا جاي. موسى روح من الجهة الثانية. لازم بلش رجيم. يلا لا تضيع وقت، استعجل. وينك؟ عرفتي أنا وين صرت؟ أي صرت جنبك هلا. شفتك يلا ليكني جاي لعندك. أختي يلا افتحي الباب. لك افتحي لي هالباب، شرطة وراي رح تمسكنا. ليش ما عم تفتحي؟ لا مستحيل مستحيل مستحيل.
تأخرت كتير يا شرطي جلال. لك شو صار؟ قوصوه هربوا. ما فتحت امه ولا حكى شي؟ كان عم يحاول يقول شي بس ما فهمت عليه. العوض بسلامتكن مات. معقول ما اشتقتوا لأخوكن قصي بعد هالغيبة؟ نرجعلكم بعد الفاصل. خلينا نحط شوية زيت على النار منشان يولع الجو وننبسط. إطلاق سراح جلال دومان ومساعده كرم يلماز ليعتبروا من الأسماء المشهورة بالبلد بعد اعتقال دام ليوم واحد. جلال صار هالشي اليوم الصبح بكير، وبعد التحقيقات وبحسب تقارير الشرطة تأكد إنه جلال دومان وكرم يلماز بريئين من الجريمة اللي انحبسوا بسببها. ايمت رح نخلص منك يا جلال؟ أنا بكل حياتي ما شفت ندل مثلك يلعنك. استنينا هون بنتي، والشنطة موجودة بأمانتك. طيب ماشي تمام. ادخل سيدي. في معلومات عن حركة بحارة جلال. قدرتوا تعرفوا السبب؟ جلال وراء القصة؟ مو جلال سيدي، هذا قدرة يلي كنا عم نحكي عنه. هاي بتكون حارته القديمة كمان. شو بتحب نعمل؟ أنا رح أتصرف. مو هذا قدرت؟ بلا والله هاد هو. ايه والله. اهلا وسهلا اخي. اهلين فيكم. وين كنت كل هالسنين؟ انشغلت بالحياة وبرمت شوي بهالعالم وما لقيت احلى من حارتي. نورتنا. الله يسلمك. تفضلوا. اهلا وسهلا اخي. تعال مرعي تعال. شو وين البنت؟ هي بنت ولا جوليا يا أخي؟ آه مزبوط جوليا، هي سمعت إنك هون وقد ما انبسطت بهذا الخبر غط على قلبه وما عاد قدرت تجي أبدا. قال جوليا قال امشي امشي. إجا باب جلال. أهلين باب جلال. الحمد لله على سلامتك بابا. تسلم يا أخي. فرحنا بجيتك. شكرا. الحمد لله على سلامتك بابا جلال. شكرا شكرا شكرا. اهلين. اهلا وسهلا بابا جلال، نورت الحاره. شكرا يا ابني شكرا. طلعوا ما احلاهم، كلهم عم يستقبلوني هدول اللي بعتز فيهم. اهلين فيك بابا جلال. اهلين بابا جلال يا ابني. اهلين اهلين فيك. اهلين وسهلين. يلا تعالوا. السلام عليكم. السلام عليكم. مشكورين مشكورين يا شباب. شكرا لكم. تسلم تسلم يا ابني. اه لك شو عاملين؟ ليش معزبين حالكم هيك؟ خجلتوني كتير. لك شو الطاوله الحلوه؟ تسلم ايديكم. لك شو هالطاوله الحلوه هي؟ ما كان في داعي تعذبوا حالكم وتمدوا كل هالطاولات. كل اللي انحبسناه يوم واحد وانحلت القضيه ما كان في داعي لهالعذاب. إيه الله يسلم إيديكم. شكرا يا شباب عزبتوا حالكم.
ليش كل هالأكل؟ والله خجلتوني كتير، يعني مو مستاهلة، بس شوفتكن بتحرس. في حدا طلب منا نعمل هالشي بابا، هو قلنا نعمل هيك. شو هالحكي؟ مين اللي طلب منكن وقالكن تساووا هذا الشي؟ أهلين. أهلين وسهلا. ليكو هداك اللي جاي بابا. حاسس رح توقع براسنا يا أخي. وقعت وخلصت يا ابني. اطلع شلون صار وجهه، انخطف لونه وكتير عصاب. خلينا نبعد من هون. خلينا نروح على المدرجات ونشوف الأمور كيف تمشي، وعلى الأساس بنعرف كيف لازم نتصرف. شو هالمسخرة اللي عاملها؟ جايب رجالك وصاففهم وراك. انت عملت عزيمة هلا لأنه جلال دخل السجن. مو لهالسبب أنا عامل عزيمة. أنا رجعت على حارتي القديمة وحبيت أحتفل بطلعتك مع الأهل والجيران. قلت لي رجعت على حارتك. شو هالحكي؟ اسمع، هاي حارتي أنا وهدول أهلي وناسي، وما بتقدر تضحك عليهم كلمتين. فكر حالك ذكي حتى تلفق لي تهمة وتزتني بالسجن هيك بكل بساطة. وبغيبتي بتعمل حالك معلم على الناس يا قدرة بيك. هاي الحارة إلي مثل ما أنا إلك جلال. قضيت كل طفولتي هون بهالشوارع، هون أوصت أول رصاصة وتصاوبت ونزل دمي على تراب الحارة مثل ما نزل دمك أنت. هون أول مرة تسجل اسمي بتقارير الشرطة. بكل شارع في دليل لمحبتي إلها، محبتي الكبيرة يا جلال. أنا متت هون وعشت هون جلال. صحيح، دمي ودمك انخرطوا سوا بشوارع حارتنا، واعترف إنه اسمي ما كان بينذكر بدون ما ينذكر اسمك. كنا اثنين بس اعتبرونا واحد. لوقت ما دمر غدرك وخيانتك كل شي كان موجود بيناتنا. الشي اللي انت عم تقول عنه خيانة انا بسميه حب يا جلال. بحياتي ما خنتك، انا عشقت وحبيت اختك. بلا هالعلاك الفاضي، انت الزلم الخاين نفسه. كنت رح ادخل السجن من تحت راسك، بس ضليت عند وعدي جلال. ما عملت اللي عم تتهمني فيه. صدقني ما لي اي علاقة بفوتك على السجن. قول الحكي لحدا غيري. السبب كتير واضح، لا توجع لي راسي بحكيك الفاضي. صار الوقت يا راكان، يلا روح. هاي العزيمة رح اعتبرها مشان وداعك للحارة، لأني رح أدفنك بإيدي. فهمني أنت كيف رح تقدر تدفن جسي؟ انسى هالشي جلال ولا تفكر فيه. لا توجع لي راسي بشغلات ما فيك تساويها. خلاص. بالظاهر ما عم تعرف حالك شو عم تحكي. بعده هيك. ها، وهلا رح تصير الأمور أصعب بكتير من قبل. شو عم يصير هون جلال؟ أهلا وسهلا، نورت المطعم. وين أخي كرم؟ ليش ما أجا؟ كيلي كرم ضايق كتير. ليش؟ ما رضي يرجع؟
يا الله منك خالتي فتون. أنا مضطرة أروح، بدك شي مني قبل ما أمشي؟ لا يا بنتي، روحي على شغلك. عيونك عليا. خالتي، أهل الحارة كلهم مجتمعين تحت عم يحكوا ويتسلوا مع بعض، وأنت بتعرفي كل الموجودين، برأيي روحي لعندهم وتسلي شوي. خالتي عم تسمعيني؟ ايه فاضل، انت روح لهنيك وغير جو. لا خالتي، انا عم بقول مشان فاضل. خلص يلا روح، لازم خلص، عندي كتير شغل. ما سمعت شو قلت لك؟ يلا روح. شو عم تستنى؟ روح امشي. ماشي خالتي، بس انتي هدي اعصابك. ايه